مروحية التي أطلق عليها اسم الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، وهذا يترك بصمة كبيرة في تاريخ العلاقات المصرية الفرنسية. وكذلك هذا تواجد جميع الأميرالات وجميع القادة في خلال مراسم هذا الاحتفال يؤكد على الشراكة المصرية الفرنسية، وهذا يعد أيضا رمز للبحرية المصرية الفرنسية. وإنني أريد منذ عشرات السنين أيضا أن ألتقي بهؤلاء بقادة القوات البحرية المصرية لما يتميز به من جسارة وتميز به من جرأة وشجاعة. وأريد أيضا أن أحيي أيضا السيد رئيس سي إن إس وكذلك رئيس تكس تي إكس، وهناك أيضا وهذه الحاملة تتميز بمستوى عال جدا من التقنية الحديثة وهي بطراز حديث. فإن مروحة حاملة طائرات جمال عبد الناصر تعد من أحدث الحاملة الطائرات المروحية فرنسية الصنع، والذي لدينا شرف كبير لضمها لأسطول البحرية المصرية. البحرية المصرية لديها القدرة أيضا ولديها العديد من التقنيات الحديثة التي لا يمتلكها أي أسطول بحري في أي دولة. فإن البحرية المصرية لديها كفاءات عالية من رجال البحرية وكذلك من المعدات ومن حاملات الطائرات. نعمل دائما على التعاون مع مصر لما تتميز به من أمانة وتتميز به من جهود دؤوبة يقوم بها دائما رجال البحرية المصرية. ولقد أيضا قمنا بالعديد من الشراكات من قبل مع العديد من الدول، ولكن حاملة طائرة المروحية جمال عبد الناصر فإنها تعد من أحدث الطرازات البحرية. وكذلك من الجدير بالذكر هناك أيضا علاقات وطيدة في مجال الدفاع الجوي أيضا بيننا وبين فرنسا. فهناك أيضا العديد من النقاط السلبية التي أصيبت السياحة في مصر وفي فرنسا، ولكن نعمل دائما على المكافحة ضد الإرهاب، ونعمل دائما على التعاون في العديد من المجالات وعلى مكافحة الإرهاب. من خلال هذه وجهة النظر فإن التعاون بيننا وبين البحرية المصرية يعمل على إسراء البحرية المصرية والبحرية الفرنسية أيضا، وسوف نحصد الكثير من النتائج المثمرة لكلتا البلدين. وكذلك نعمل دائما على التوطيد في مجال المعلومات وعلى تقديم المعلومات اللازمة سواء لمصر أو لفرنسا في مجالات الاستخبارات. إنني أريد أيضا أن أشير عن النقاط والمميزات التقنية والحديثة التي تتميز بها البحرية المصرية. كذلك أيضا في مجال الاستخبارات نقوم بالتعاون مع بين البحرية المصرية والبحرية الفرنسية. هناك أهداف دائما أمامنا نسعى دائما على تحقيقها. منذ عام تقريبا كان في عام 2015 كان هناك توقيع على العديد من الصفقات خلال زيارة رسمية إلى مصر
إنني أهنئ بشدة إنني أهنئ البحرية المصرية والبحرية الفرنسية على هذا التعاون المثمر بينهما. هناك العديد من الأهداف أمامنا يجب علينا أن نحققها، ويجب علينا أيضا أن نعمل على تحقيق التطلعات الشعب المصري والشعب الفرنسي من خلال العديد من الإجراءات التي يجب على كلتا الدولتين أن يتبنوها. هناك أيضا العديد من الأهداف والتعاون المثمر تقوم بها رجال الدبلوماسية المصرية الفرنسية. هناك تدريبات ومناورات من قبل البحرية المصرية ومن قبل البحرية الفرنسية، وكذلك رجال البحرية المصرية نقوم باستضافتهم هنا في فرنسا من أجل مزيد من التدريبات ومن أجل مزيد من التعاون بيننا. هناك نقاط مشتركة أيضا بيننا وبين مصر مما يساعد ومما يؤدي على هذا التعاون المثمر ومما يؤدي إلى نجاح هذا التعاون المثمر. مصر وفرنسا عليهم أن يدعى عليهم بمزيد من التدعيم ومزيد من توطيد العلاقات الأخاء بينهما. أتمنى لكم حظا سعيدا ومستقبلا باهرا للبحرية المصرية والبحرية الفرنسية. كلمة السيد الفريق أسامة ربيع قائد القوات البحرية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد قائد قوات البحرية الفرنسية، السادة رؤساء مجلسي إدارة شركتي DCNS وSTX، السيدات والسادة الحضور الكريم، أود في البداية أن أعبر لكم عن سعادتي البالغة لحضور مراسم رفع العلم المصري على حاملة الطائرات المصرية جمال عبد الناصر. وهذا ليس بمصر فقط، ولكن بمنطقة الشرق الأوسط كلها، فإنها أول حاملة طائرات تصل إلى مصر والشرق الأوسط. ولعلكم تدركون أهمية انضمام هذا النوع الجديد من الوحدات البحرية إلى أسطول القوات البحرية المصرية، حيث تعرضت منطقة الشرق الأوسط خلال الخمس سنوات الأخيرة إلى تغيرات جيوستراتيجية وسياسية وأمنية حادة، لم تؤثر في تغيير شكل المنطقة فحسب، بل غيرت في نمط التحديات والتهديدات التي اعتدنا مواجهتها في السابق، وساهمت في إبراز أشكال جديدة من الجرائم التي ترتكب بحراً. لذلك كان لزاما على القوات البحرية المصرية التي تعد جزءا لا يتجزأ من القوات المسلحة المصرية أن تبدأ في استراتيجية التطوير والبناء التي تأتي ضمن الاستراتيجية العامة للقوات المسلحة المصرية لتحديث كافة الأفرع الرأسية، ولكي تكون القوات المسلحة المصرية قادرة على مواجهة الإرهاب وتأمين المصالح الحيوية والاقتصادية المصرية بحرا وبرا وجوا. إن مصر وفرنسا تتفق تماما على أن الإرهاب يمثل تهديدا حقيقيا لكل دول العالم وليس لدولة بعينها، فلم تعد التحديات الأمنية تقتصر على التهديدات العسكرية بشكلها التقليدي فقط، بل أضيف لها وبكثافة تهديدات الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة. ولقد استوجب ذلك تغيير المفهوم التقليدي للأمن المبني على قدرة الدولة على حماية أراضيها وحدودها البحرية في مواجهة أي غزو خارجي، إلى مفهوم التعاون المشترك والمستدام بين الدول لمواجهة التهديدات من منبعها. إنما نحن بصدده اليوم هو نموذج فعال من نماذج التعاون المستمر والمثمر بين مصر وفرنسا، وهو دليل قاطع على العلاقات العسكرية الوطيدة والقوية بين البلدين. فقد تطورت هذه العلاقة بدءا من شراء الفرقاطة تراس فريم، ومرورا بعقد بناء القروطات تراس جوينت، ونقل تكنولوجيا البناء والتصنيع المشترك، وحتى اليوم وهو يوم استلام أول حاملة طائرات لهل جمهورية مصر العربية سجم جمال عبد الناصر. كما أود أن أتقدم بالشكر إلى القوات البحرية الفرنسية لدعمها الكبير والمخلص للقوات البحرية المصرية، وتوفير الدعم اللوجستي
لكل من أطقم استلام الفرقات طراز فريم تحيا مصر وحامل الطائرات الهيل طراز مستريال جمال عبد الناصر، والذي كان له أكبر الأثر في تسهيل مأمورية استلام هذه الوحدات وتأمينها أثناء إبحارها إلى الأسكندرية. كما توجه بالشكر لشركتي دي سي إن إس وإس تي إكس على كل ما قدموه من عون صادق وبناء خلال جميع المراحل السابقة وحتى استلام حامل الطائرات المصرية الهيل جمال عبد الناصر. وفي النهاية أهني الشعب المصري العظيم بانضمام هذه الحاملة إلى صفوف قواتنا البحرية لتكون دليلا واضحا على رؤية التحديات الحالية والمستقبلية والعمل على مجابهتها وحماية مقدرات الدولة الداخلية والخارجية. كما أوجه كلمتي إلى طاقم الحاملة المصرية جمال عبد الناصر، أنتم اليوم دما جديدا في شريان القوات البحرية المصرية، فقد أصبحتم درعا إضافيا للمنطقة العربية بالكامل، ومصركم تنتظر منكم العمل ثم العمل، فقد أثبتتم بحق أنكم خير أجناد الأرض. وأخيرا أشكركم جميعا على ما قدمتوه لمصر، ووفقنا الله جميعا لما فيه الخير لأوطاننا وشعوبنا، ووفق الله مصر الحبيبة في ظل قيادة مخلصة لله والوطن تتولى مستقبل هذا الوطن وتعمل على مستقبل أفضل لأبنائي، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة. تحيا مصر ودامت قواتنا البحرية مجيدة ومصرنا الحبيبة أمينة مستقرة. شكرا. والآن سيتم عرض فيديو عن فترة تدريب الطاقم المصري لاستلام حاملة الطائرات جمال عبد الناصر.
السيد الفريق أسامة ربيع قائد القوات البحرية، السيد أدميرال برنان غوشيل قائد القوات البحرية الفرنسية. والآن نستمع